لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال ابن كثير رحمه الله، روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حسن غريب، حديث صحيح. وروى أبو داود أيضا عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. تفرد به أبو داود وإسناده حسن، والألباني إسناده حسن وصحيح. وروي من حديث البراء بن عازب، فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها، أو قال في خدورها، فقال: يا معشر من آمن بلسانه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. رجاله ثقات، وهو شاهد لما قبله، بمعنى أن من يتبع زلات المسلمين ويريد كشف العورات، وأيضا تحتمل العورات الظاهرة، بمعنى يريد أن يطلع على عورة للمسلم في أهله أو عياله أو بناته أو في نفسه، كما يحصل محاولات الدخول على المواقع الخاصة والاطلاع على الصور التي قد يضعها البعض بجهله على يعني هاتفه أو على يعني جهاز الكمبيوتر الخاص به، فبعض الناس يطلع على ذلك ويجتهد ويبحث ويصل إلى الرقم السري نحو هذا، أو يعني يقع في يده الهاتف يعني ينشر ذلك، أو يعني يستعمله لاستغلال مادي أو نحو ذلك كما يقع. وقد يكون في ذلك عورات خاصة، مع أن هذا منكر، يعني أن يضع الإنسان صورا خاصة به وبأهله على مثل هذه الأجهزة الحديثة التي يسهل اختراقها، أمر يدل على جهل صاحبه وقلة فطنته وقلة ورعه. لكن الذين يتتبعون العورات، والذين إذا ظفروا بشيء من ذلك نشروه، هؤلاء لا بد أن يفضحهم الله، لأن الله يتبع عوراتهم كما ذكرنا، بمعنى هو سبحانه وتعالى مطلع على زلاتهم، ولكن إذا يعني
ذكر ذلك بتعبير أو ذكر ذلك بلفظ تتبع الله عورته، بمعنى أن الله يحصي زلاته كلها ويفضحه بها ولا يستره سبحانه وتعالى، حتى يفضح في داخل بيته في جوف بيته، نعوذ بالله من ذلك، تكون فضيحته مع أهله وتكون فضيحته مع جيرانه ومع من حوله، إذا كانت فضيحته في جوف بيته فهذا الذي يستتر فيه الإنسان هذا أشد أنواع الفضائح، سواء كما ذكرنا العورة المعنوية بالزلات التي يكره الإنسان أن تنتشر، أو العورة الحسية بظهور تلك العورة للناس، نسأل الله أن يستر عورتنا. طريق أخرى عن ابن عمر، روى أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله. روى أبو داود عن المستورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. صححه الشيخ الألباني لطرقه. لأن إسناد هذا فيه يعني بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن وكذا مكحول. من أكل برجل مسلم أكله، يعني قبض ثمن غيبته لرجل مسلم وطعنه في رجل مسلم أن أطعمه أكله، عملوا له عزومة علشان يجي يتكلم على واحد مسلم، أو يعني تكلم على رجل مسلم فكافأه على ذلك بأكله، وكذلك كسي ثوبا برجل مسلم، لأجر الطعن على مسلم أن يكون يكسى ثوبا، أعوذ بالله، أو قام برجل قام يطعن فيه ويغتابه من أجل أن يراه الناس ويسمعون به عن بطولاته وجرأته وشجاعته وقوله الحق، وهو في الحقيقة إنما قام رياء وسمعة، كما قام الرجل الذي قال عن سعد بن أبي وقاص إن سعدا لا يحسن أن يصلي، لا يعدل في القضية، يحتجب عن الناس، فدعا عليه سعد رضي الله عنه أنه إن كان قام رياء وسمعة ذلك أن الناس يعني خصوصا إذا كان هناك شخص متولي ولاية أو متصدر في صدارة فيكون له خصوم. سعد كان أميرا على المدائن أو العراق، وقد يكون لأجل أنه كما ذكرنا متصدر في يعني مقام علم أو دعوة، أو كان له مال وتجارة ومنصب،
فبعض الناس يقوم ليطعن في هذا لإرضاء الخصوم، كل من كان على ولاية تلد له خصوما، وكل من كان متصدرا في علم ودعوة تلد له خصوما، وكل من كان له مال وتجارة ونحو ذلك تكون تجد له خصوما. فيقوم إنسان رياء وسمعة يطعن فيه، فهو قام برجل، يعني قام بحق رجل، يطعن في حق رجل رياء وسمعة، نعوذ بالله. إن الله يقوم به مقام سمعة ورياء، يعني الله عز وجل الذي يفضحه على رؤوس الخلائق. سمع سمع الله به، يعني سمع الله الناس فضائحه، ورأى الله به، أرى الله الناس يوم القيامة منكراته وزلاته فضائحه. وروى أيضا أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. المقصود يقع في العرض، مش معنى العرض اللي هو أمر النساء فقط كما يظن البعض، بل هو ما يمدح أو يذم من الإنسان. لو قيل عن شخص أنه مثلا مرتشي، عن شخص أنه يأكل المال الحرام أو نحو ذلك، فهذا من الوقوع في الأعراض. الحديث تفرد به أبو داود وإسناده حسن. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك. قال: ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير. رواه ابن أبي حاتم قال: ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، رجال ونساء، موكل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهم فيحذون منه الحذوة من مثل النعل، ثم يضعونه في أحدهم فيقال له: كل كما أكلت، وهو يجد من أكله الموت. يا محمد، لو يجد الموت وهو يكره عليه، يعني لو يموت لمات من شدة هذه القطعة من اللحم التي تكون من جنبه إلى عرض جنب أحدهم فيحذون منه الحذوة، يأخذون منه القطعة من مثل النعل، حجمها مثل النعل، يقطع لحمه. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون اللمازون، أصحاب النميمة، فيقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وهو يكره على أكل لحمه؟ هكذا روى هذا الحديث، أورد هذا الحديث وقد سكناه بطوله، وفيه ضعف. يا الله قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.